Alexandre Mejía, segundo Ibarbo, Flertiquez, Juan Cuadrado, James Rodríguez, y la Jerob Jackson Martínez, Mateo Filo Gutiérrez, Bechtiarat, José Pekerman. ضربة البداية للمباراة في هذه اللحظات بالصافرة المكسيكية للسيد روبرتو غارسيا أوراسكو. من أشهر قراراته عدم دعوة طبعا نتابع هذه الهجمة اللي دي ماريا ليوزا. باستوري أمام أوسبينا، أوسبينا دافيد أوسبينا الرائع يخرج كرة في الركنية وأول ومضات الكرة الأرجنتينية. جماهير أرجنتينية كبيرة تتابع هذه المباراة من مدرجات ملعب ساو ساليتو في فينيا ديل مار. أوراسكو الحاكمة الصافرة المكسيكية دي ماريا والرأسية بالرأس وحده ماركوس روخو. قلب الدفاع المدافع الأيسر لمانشستر يونايتد، أكيد المدرب بيكرمان يخاف كل الخوف من هذا المنتخب الأرجنتيني اللي يعرفه كما يجب ودربه وأفرز منه عديد النجوم، أولهم ميسي في 2006 في مونديال ألمانيا. ربما أفتح قوس الكابتن نبيل أكيد تيوفيلو جوتيريز وتشاكسون مارتينيز وظليو ليو هرب ليو أمام المساحة خطير بكير قدير ليو يعطي كرة تيماريا تيماريا وزع رائعة من كريستيان زاباتا. زاباتا عملاق الدفاع الكولومبي متعدي أمام ليو وأمام أنخيل تيماريا. هذه هي اللمسات للجوهرة الأرجنتينية في هذه الأوقات الكروية. باستاري وخسرتهم أمام البرازيل. تعدي الكرة ممتازة من باستاري، يعطي كرة بالتمريض ليو ميسي ليو 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 يروح ليو. الحكم المكسيكي يطلب اللعب ويعطي مخالفة لوكاس بيليا. ليو ميسي مع الحكم المكسيكي، ما فماش مسلسل مكسيكي، ما فماش مسلسل مكسيكي. هذا هو محاولة التوغل من ليو. اعتراف كان واضح من كريستيان زاباتا، الحكم يقول ليست هنالك مخالفة. ثم مخالفة ارتكبها لوكاس بيليا. سرية أرجنتينية لأنخيل دي ماريا، الركنية الثانية للألبي سيليستي. يوسع جول، ركنية، الحكم يقول ضربة مرمى والمنتخب الأرجنتيني طالب بضربة جزاء. أعطينا الصورة وكذلك أجويرو بالورقة السمراء. أجويرو يلتحق بخماس رودريغيز بالورقة السمراء بقرار الصافرة المكسيكية اللي ما ترحمش بالمرة. هل هنالك ضربة جزاء؟ تدخل سانتياغو أرياس أو أمامنا على كون أجويرو. هذه هي الإعادة، تدخل من الخلف. كرة رائعة من باستوري، باستوري يمشي يوسع جول. أوسبينا 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 على مرتين أمام أجويرو وأمام ليو. هو أوسبينا وحده رائع، يذكرنا بجوردن بوكس، يذكرنا بالليف ياشين، يذكرنا بالدينوزوف، يذكرنا بسيف ماير. هو دافيد أوسبينا الحارس الكولومبي الرائع والمتميز. يا سلام يا سلام، رشاقة ولا في الأحلام لدافيد أوسبينا بحيرة ليو ميسي. دافيد أوسبينا حارس أرسنال الإنجليزي 25 عام، من أروع ما يكون في مباراته رقم 57 على المستوى الدولي. ليو ميسي أمامنا، أجويرو سجل الهدف رقم 28 له شخصيا من 63 مباراة مع منتخب الأرجنتين.
باستوري هو الكل في الكل، هو الحل، هو الدينامو، هو بعض المساحات الموجودة في دفاع المنتخب الأرجنتيني لما يكون في النزعة الهجومية. والعفو ليو حكم يأتي مخالفة هذه المرة، كابتن المنتخب الأرجنتيني إنذار جبائي من أوروسكو، روبرتو غارسيا أوروسكو. التدخل الأخير، ترجع الكرة باستاري يتواصل مع ميسي، ليو أمامه أربع لاعبين. أوه كرة رائعة، هجمة خطيرة، دي ماريا يوسع. كريستيان سابوتا كاد أن يكتوي بالنيران مع زميله وصديقه أوسبينا. شوف الروعة، شوف النغمة والسمفونية المسية، دي ماريا بالعرضية وسابوتا كاد أن يأتي بالنيران، بالنيران في هذا الزمان. الأرجنتين قريب من التسجيل. كرة لدي ماريا بهجماته السريعة والقوية، ماركوس روخو يوزع، تصويب، التصويب لكن بعيد من لوكاس بينيا. لوكاس بينيا نجم لاتسيو الإيطالي، كرة في طبق جاتو لكن تصويبته خارج الميدان. إلى أي حد، إلى أي حد سيبقى صامت دفاع المنتخب الكولومبي والحارس دافيد أوسبينا؟ على أعطى كرة ثابتة لليو ميسي. التدخل الأخير من جيسون موريو، قلب الدفاع لجراناتا، وهذه كرة خطيرة وغريبة. المخرج أين كان؟ أين كان؟ أين كان؟ هذه اللقطة ميسي بسرعة لعب الكرة، باستوري الخطورة وكوادرادو في التدخل الدفاعي مع أوسبينا. كرة أكسل لدافيد أوسبينا، يلعب بالنار منتخب كولومبيا وأوسبينا. كاد أن يفعلها منتخب الأرجنتين. خامس رودريغيز كوادرادو، ويعدي كوادرادو يوزع، التصوير، وين ضاعت 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 ضاعت. انتهت يا ولدي، انتهت يا ولدي. تردد كبير من خامس رودريغيز، كان بإمكان نجم ريال مدريد أنه يصوب على طول. هذه هي الكرة، هذه هي، لا 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 لا، الثانية باطلة وكل ما بني على الباطل يعتبر باطل. لا لا لا، كان بالإمكان أفضل بكثير من مكان. أول هجوم مركز لمنتخب كولومبيا يأتي بالدقيقة 66، يشعل النار في المباراة في هذا المشوار. كرة بالراس، كرة كريستيان سابوتا بالراس. مباراة الآن المنتخب الأرجنتيني، ميسي كوادرادو، ميسي 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 عادي، وميسي ماشي، ميسي وحده. أوه، إصابة لليو ميسي، واعتذارات خوان كوادرادو. ليو لما يتحرك كل الكولومبيين في حالة ذعر وخوف. هذه هي اللقطة، كوادرادو دخل على ليو ميسي، والتصويب من ايفير بانيغا، تستضيف الكرة بالعارضة ويتفرج فيها طبعا أوسبينا. كيرانو في المراقبة الدفاعية، دي ماريا في اوقات صعبة، دي ماريا تعدي غريبة. أوسبينا بونو بون. اقل من 10 دقائق لعب لنهاية المباراة. هذه هي اللقطة الأخيرة، أوتاماندي
رائع أوسبينا بصراحة، نجم المباراة أكيد، عنده حالة من التركيز عالية. مشوار تعدي كرة لتيمارية، تيمارية بيهاجم، كرة على اليمين، وهذا ليو، ليو يراوغ، ليو يعدي، واستباطة من إدوين كاردونا والركنية الأرجنتينية. هستيريا موجودة في المدرجات، يراقب في الدفاع كوادرادو، يوزع خطيرة على الدفاع الأرجنتيني. جيسون مورينيو في حواره، تاويل الكرة في ظهر الدفاع الكولومبي، جول! اي 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 موجعة لو يغادر أوسبينا قبل دقيقتين من النهاية. جيسون مورينيو مدافع غرناطة الإسباني كان الأسرع أمام هذه الكرة الأخيرة. لافيتزي، شوف هذا هو مورينيو، إذن الكل في انتظار استئناف اللعب من جانب الحارس دافيد أوسبينا حارس أرسنال الإنجليزي. إبير بانيغا، بانيغا اللي وزع كرة بالرأس من ليو بدون نجاح. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام، ندخل الآن الوقت بدل الضايع والمباراة. إيفير بانيغا، بانيغا يوزع وأوسبينا يتعملق، يتسلطن ويبعث بمنتخب بلادو إلى ركلات الترجيح. يونيا الحكم المكسيكي، 0-0 كولومبيا الأرجنتين. مشاهدينا الكرام أكيد الأهداف وافدين في عملية ركلات الترجيح. إذن خامس وجه لوجه مع روميرو اليسارية الكولومبية، روميرو حارس سامدوريا، أمامه خامس رودريغيز نجم ريال مدريد. حوار كبير، سلطنة الحارسين، جاء زمانها أوسبينا وروميرو. يسارية رودريغيز يتقدم، خامس نجاح أول للكولومبيين. يسارية خامس رودريغيز تغالط روميرو وتعطي أسبقية كولومبيا من رقم 10 لكولومبيا إلى رقم 10 للأرجنتين. حبيب الملايين سيد اللاعبين يتقدم الآن للكرة. بعد عام 1993 كان هنالك عملية ركلة الترجيح بين كولومبيا والأرجنتين، وآنذاك فاز الأرجنتين 6-5. هل سيكون الثأر لكولومبيا أم التأكيد للأرجنتين؟ ليو، يسارية ليو ستكون أكيد على يسار أوسبينا إذا كان لم يغير ليو سيستماتو. ليو يغير، أوسبينا راح على اليمين، الكرة على اليسار، وليو هو الأجمل في هذا المشوار. إذن واحدة بواحدة في نفس المكان باختلاف الزمان يتعادل المنتخبان إلى حد الآن. ثاني القادمين من الكافيتيروس الكولومبيين، سنتابع معا مشاهدنا روميرو في الانتظار، راداميل فالكاو بخبرته الطويلة، راداميل يتقدم يمشي، فالكاو في الزاوية 90 حتاله، فالكاو جبهاله في الزاوية المستحيلة. كورتان جميلتان بأقدام كولومبية ذهبية وعالمية. ف
في البداية خميس رودريغيز والآن راداميل فالكاو. الأرجنتين في الكرة الثانية لتكون ثابتة. إذن إيزيكيل غاراي قلب دفاع زينيت سان بيترسبورغ. شوف المدرب تاتا مارتينو يعطي كرة ثانية لمدافع. دائما هنالك خطورة لما يكون مدافع في التصويب ولما يكون حارس اسمه أوسبينا. غاراي أوسبينا يتقدم إيزيكيل يمشي إيزيكيل غاراي رائعة ممتازة. إيزيكيل غاراي بدون رحمة. التعادل الإيجابي 2-2 في أجواء هستيرية كهربائية في ملعب ساوساليتو في فينيا ديل آر. ثالث الوافدين من جانب المنتخب الكولومبي. خوان كوادرادو. كوادرادو نجم لبلوزة تشيلسي يتقدم. كوادرادو جول. جول هو الثالث. 3-3 من جانب كولومبيا. نجاح كبير للأصفر الذي يسحر إلى حد الآن. قوة كبيرة في التسديد من كوادرادو. الكرة الثالثة الأرجنتينية. الكرة الثالثة الأرجنتينية سنتابعها الآن. إيبير بانيغا لاعب سيبيا الإسباني المتوج بكأس الاتحاد الأوروبي يتقدم. إيبير بانيغا ينجح 3-3. تابعها أوسبينا لكن لم يقدر عليها. الحارسين في مهمة صعبة أمام النجوم العالمية. الرابع الكولومبيين. من سيكون؟ إذا مشاهدينا الكرام مورييل لويس مورييل البديل لجاكسون مارتينيز. مورييل يركز يتقدم يمشي لويس مورييل. ذات يا ولدي ذات يا ولدي لويس مورييل. لا 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 انفجار جماهيري ارجنتيني وحيرة لبيكرمان. كرة بعثها للعاصمة الكولومبية بوغوتا. انت مورييل فرحة الإطار الفني الأرجنتيني وبداية دموع خميس رودريغيز. إيزيكيل لافيتزي. أوسبينا في مهمة كبيرة للتدارك أمام مهاجم باريس سان جيرمان ونابولي سابقا. لافيتزي عنده الكرة المهمة. لافيتزي يتقدم يسجل جول. إسبقية كبيرة للمنتخب الأرجنتيني بهدف لافيتزي الرابع. 4-4 مشاهدينا الكرام. لافيتزي كرة في الشباك حتى له. إذا يضيع المنتخب الكولومبي هذه الكرة سيتأهل المنتخب الأرجنتيني. ننتظر الكرة الخامسة لإدوين كاردونا. إدوين كاردونا مهمة خطيرة في كولومبيا. كاردونا البديل يتقدم. ممنوع الإذاعة. كاردونا يسجل رغم محاولة روميرو. الكرة الخامسة. إذا كان يسجلها المنتخب الأرجنتيني فسيتأهل إلى الدور نصف النهائي. أكيد كل كولومبيا من بوغوتا لميدين في انتظار الكرة الحاسمة. الكرة الخامسة بكل الخوف. بيكرمان يتحسر. إذن هذه هي الكرة. لوكاس بيليا لاعب لاتسيو الإيطالي أمام الشعب الأرجنتيني في الانتظار. بركان في الانفجار.
بينيا لاتسيو كرة النجاح أوسبينا أمامه بارتياح يتقدم لوكاس بينيا يصدد غريبة غريبة وعجيبة عودة الأماني عودة الأماني للمنتخب الكولومبي ضاعت كرة لوكاس بينيا وأوسبينا في المتابعة وتعود المياه إلى مجاريها تعود المياه إلى مجاريها بيكيرمان وعودة الابتسامة بكامل العلامة خوان زونيغا يا شباب زونيغا المدافع هل يكون بكامل العذاب لسيرخيو روميرو مدافع نادي نابولي يتقدم يصدد وروميرو رائع روميرو يا دي التصدي للوكاس بينيا رشاقة مهارة شطارة روميرو وحده وحده كرة المباراة الثانية بالد ماتش ماتش بوينت للمرة الثانية للأرجنتين مستحيل هذه هي لعبة الأعصاب هذه هي لعبة الأعصاب يا ناس الآن كرة التأهل مرة أخرى سكند ماتش بوينت لماركوس روخو اليساري لمانشستر يونايتد يتقدم ماركوس يسدد غريبة مش معقول غير مقبول لا 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 أوه. الكرة تريد نجاح المنتخب الكولومبي البطاقة تريد الأصفر الكولومبي كرة المباراة الثانية ماركوس روخو يضيعها بعد ما أضاعها لوكاس بينيا إذا قلب الدفاع جيسون مونيو مدافع جرانادا الإسباني سيرجع الأمور من جديد إلى الابتسامة لكن روميرو عنده رأي آخر يتقدم المدافع يسدد أوه شنو هذا؟ ما هذا؟ ماتش بوينت للمرة الثالثة كرة المباراة للمرة الثالثة الأرجنتين في حالة غليان شعب الأرجنتين تعبان حيران مش عارف وين وين يروح بميسي وتيفيز والبقية في هذه الأوقات الكروية.